الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأستاذ الفاضل المبجل صاحب هذه المؤسسة العلمية والفكرية الموثقة والمحترمة، أيها الإخوة الأعزة الأحبة الفضلاء، ألتقي بكم في هذا المركز الإسلامي في صمصون من بلد تركيا، ألتقي بإخوة أتراك وغيرهم في بلدهم هذا الذي له تاريخ عريق مجيد، والذي نعتز بمآثره التاريخية الكبيرة. إنني أحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء الذي هو فاتحة اللقاءات إن شاء الله تعالى. اجتمعنا هنا، فاجتمعت الهند بتركيا ممثلة فينا وفيكم، وينبغي أن يلتقي المسلمون أينما كانوا أن تعقد بينهم اللقاءات العلمية والفكرية والدعوية، فإننا أمة واحدة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هي أمة عالمية لا شرقية ولا غربية، أمة الخلود، أمة البقاء، أمة نيطت بها مسؤولية عالمية خالدة. هذه هي المسؤولية التي قال الله تبارك وتعالى عنها: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فنحن أمة العلم وأمة الدعوة وأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الأمة يمتاز فيها علماؤها وطلابها، يمتاز فيها حملة هذا الدين الحنيف بمصادره وأسسه وأصوله ومعارفه. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وامتحان المبطلين وتأويل الجاهلين. وهؤلاء الحملة للدين الأمناء العدول الذين بشر بهم الرسول صلى الله عليه وسلم، تنبأ الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم سيبقون مدى الدهور والأعصار، ورغم كل المحن والابتلاءات يبقون صخرة صماء وجبلا أصم، لا يمكن أن ينطحه من ينطحه إلا ويطيح بقرنه.
قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة، إلى أن تقوم الساعة سوف تبقى هذه الأمة المسلمة. ولو لم يكن هذا الوعد حقا، ولو لم تكن هذه النبوءة حقا، لذهب هذا الدين أدراج الرياح، ولكان قصة الماضين وعبرة للمعتبرين. لأن هذا الدين تعرض في أوائل عهده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم للردة الشديدة التي استشرت وطغت وانتشرت في الجزيرة العربية، فلم يبقى إلا الحجاز. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معروفا بلينه ورفقه ولطفه وكرمه وعدم غضبه، ولكن الردة العظيمة الخطيرة التي وقعت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جعلت أبا بكر رجلا عصاميا شديد المراس، قوي الإيمان، شجاعا، بطلا ضد هذه الردة التي انتشرت. فإذا به يبعث الأجناد والجيوش لمقاومة المرتدين وإعادة الناس إلى حظيرة الإسلام من جديد. قاوم أبو بكر رضي الله تعالى عنه الردة. ثم إننا نجد ما وقع بين المسلمين أنفسهم من حروب أهلية طاحنة أثارها الغوغاء، وأثارها أناس مدسوسون في الصفوف الإسلامية. وكان يخشى على المسلمين من أنهم يتشرذمون ويتفتتون، ولا تقوم لهم قائمة بعد هذه الحرب الأهلية. ولكنهم صبروا وصمدوا واستماتوا وواجهوا كل الفتن وكل المؤامرات، وظهر الإسلام بقوته ومرجعيته وانتصاراته وفتوحه في إفريقيا وفي آسيا الشمالية والوسطى والجنوبية، وكذلك في بلدان العالم كلها دخل المسلمون وحصلوا على فتوح وانتصارات عظيمة، حتى كانت الدولة الإسلامية هي الدولة الأحادية القطبية التي كونت إمبراطورية عظيمة من الأندلس إلى الصين. فكانت رأية الإسلام ترفرف، وكان علم الإسلام هو الخفاق، وكان المسلمون هم المتقدمين في العالم كله، هم يعلمون الناس، يخرجون الناس من الظلمات إلى النور، وهم الذين يخرجون الناس من الجهل والجاهلية إلى العلم والإسلام، وهم الذين تلجأ إليهم الشعوب المظلومة والمضطهدة في إيران وخراسان وتركستان وفي إفريقيا وفي أوروبا وفي كل مكان. لأن الدنيا كانت دنيا الاضطهاد والاستعباد والظلم والقهر وسلب الحقوق، فكانت الإنسانية معذبة،
وكانت الإنسانية مظلومة مضطهدة، وكان الناس في ظلام وأي ظلام. وقال الله تبارك وتعالى عن هذه الحالة التي كانت سائدة في العالم كله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض.